انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من برنامج نجوم مصرية ستارز، واللي بيتم تدشينها بهدف دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات، وبيتم كمان تنظيم الفعاليات بالتعاون ما بين مؤسسة حياة كريمة ومكتبة الإسكندرية. عشان نعرف تفصيل أكتر معانا على تليفون الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. احنا في فعاليات النسخه الخامسه من هذا البرنامج، عايزين نفهم اكتر ايه اهم الفعاليات اللي موجوده في هذه النسخه. دي الحقيقه احنا اطلقنا بالامس النسخه الخامسه من برنامج ستارز في يعني محافظه الغربيه وخاصه مدينه طنطا وجامعه طنطا. والحقيقه انه البرنامج او برنامج ستارز بدا باطلاق مكتبه الاسكندريه ومؤسسه حياه كريمه للبرنامج احتفالا باليوم العالمي للشباب في 12 اغسطس. ويعني وهو الحقيقه المستهدف من هذا البرنامج هو الشباب الجامعه. بدانا بعدد من المحافظات، محافظه الاسكندريه ثم البحيره ثم الان نحن في طنطا طبعا وفي الغربيه. والحقيقه هو يعني برنامج تدريبي شامل للشباب الجامعي، الهدف منه هو بناء القدرات واعطائهم الكثير من المعارف والمهارات اللي تقدر تاهلهم لسوق العمل وتقدر تاهلهم لتحديات المستقبل. في عدد من المكونات الكثيره الحقيقه في هذا التدريب، وله خصوصيه شديده لانه احنا بنحاول نجمع ما بين المستقبل والماضي، يعني بنتكلم على التراث والهويه المصريه والشخصيه المصريه وبناء الشخصيه المصريه، وده هام جدا نبقى عارفين اولادنا وشبابنا يبقوا عارفين هم واقفين فين وهم مين. وفي نفس الوقت بنتكلم على التنميه المستدامه، وبنتكلم على وظائف المستقبل والوظائف الخضراء، بنتحدث على الابتكار وثقافه الابتكار، بنتحدث ايضا عن او بندربهم على رياده الاعمال. والحقيقه ان هناك دعم مادي من مؤسسه حياه كريمه لهذا الامر بيصل الى 5 مليون جنيه، بالاضافه طبعا لجزء مهم جدا وهو الحروب الادراكيه والشائعات والمعلومات المضلله وغيره، وازاي شبابنا يقدر يواجه ده في ظل التحديات اللي حضراتكم يعني شايفينها والمعلومات المغلوطه والشائعات وغيره من التحديات. وكل ده الحقيقه مكتبه اسكندريه بتقدمه من خلال مراكزها البحثيه المختلفه والمدربين من مكتبه الاسكندريه، بالاضافه لتفاعل طبعا للقضيه الفلسطينيه ودور مصر في القضيه الفلسطينيه من خلال مؤسسه حياه كريمه. والحقيقه هي شراكه يعني ناجحه ومميزه، وردود الافعال اللي احنا بنتلقاها والنجاح اللي احنا شايفينه والتفاعل مع الشباب يعني سعداء جدا. امبارح كانت نسخه يعني خاصه واحتفاء في طنطا بينا شديد، وده بيتزامن كمان مع احتفال مكتبه الاسكندريه بعيدها الثاني والعشرين، احنا نتواجد في المحافظات ومع شبابنا ومع اهلنا، ده شيء مهم جدا. دكتوره مروه، تقريبا عدد المستفيدين من فعاليات النسخه الخامسه قد ايه؟ احنا في كل مره بيبقى في حوالي 100 طالب من طلاب الجامعه. والحقيقه انه في جامعه طنطا، يعني جامعه طنطا استضافت عدد كبير من الطلاب من جامعات مختلفه، يعني سواء جامعات خاصه او جامعات تكنولوجيه او جامعه طنطا نفسها. وبيتم اختيارهم بناء على ايه؟ معايير اختيار الطلبه بتبقى بناء عن ايه؟ هو الحقيقه احنا بنعلن عن البرنامج وبيبقى فيه رابط للتقديم، بيتقدم الطلبه وبنختار منهم 100 طالب، بيكونوا بنحاول على قد ما نقدر انهم يكونوا من كليات مختلفه ومن تخصصات مختلفه عشان يبقى التفاعل اكبر والاستفاده اكتر، ونعظم انه الشباب دول بنطلب منهم ان انتم لما ترجعوا كلياتكم تتحدثوا عن ستارز وتدعوا زملائكم الاخرين انهم يتقدموا لهذا البرنامج ويستفيدوا منه. طيب ايه ابرز يا فندم المجالات اللي موجوده في هذا البرنامج؟ زي ما قلت لحضراتكم احنا يعني مركزين على يعني التوليفه او نوع من انواع التركيبه اللي تتعلق بالمستقبل وبالماضي. بنكلمهم على انه يعني ايه التراث، يعني ايه هويتنا احنا كمصريين، يعني الشخصيه المصريه، ايه الحضارات والثقافات المختلفه اللي مرت علينا، وازاي انه هذا التراث وهذه الهويه ممكن الاستفاده منها، مش هي مجرد شعارات وكلام لكن طبعًا ممكن الاستفاده منها في سوق العمل. وبنوديهم نماذج وامثله ازاي ان انت تطور هذا التراث ويصبح مثلا مهنه ليك، وان الموهبه او الحرفه او التراث والتاريخ ده ممكن يتحول الى شيء هام ومصدر للدخل وتمكين اقتصادي، مش مجرد ده غير طبعا انه يبقى بيرفع وعينا ونبقى احنا عارفين احنا مين.
في جزء برضو خاص بيه التركيز قوي على فكرة الابتكار والاختراع، على أساس الولاد الشباب عندهم أفكار كتير وعندهم طاقات عايزين إن هم يعني يفرغوها في مجالات زي كده. الحقيقة ريادة الأعمال برضو أيضا يعني مكون هام جدا، وسواء مكتبة الإسكندرية أو مؤسسة حياة كريمة بنؤمن يعني إنه الشباب محتاج هذا الدعم ومحتاج هذا المسار، لأنه هيساعده كتير جدا في إنه في شباب كتير عندها أفكار حلوة بس مش عارفة إنها تطبقها، وتصبح هذه الأفكار برضو أيضا مصدر دخل ليها. في جزء خاص زي ما قلت قبل كده للحروب الإدراكية والشائعات وغيره، لأن الحقيقة إحنا برضو بنكتشف إن الولاد يعني قاعدين على السوشيال ميديا بيسمعوا أخبار من كل مكان، مش دايما بتبقى الأخبار دي موثوقة، ومش دايما بتبقى يعني من مصادر صحيحة، وبتحدث بلبلة كثيرة. فالحقيقة بنحاول نفهمهم إزاي إن أنت تحصل على المعلومة، إزاي إن أنت تواجه الشائعة، إزاي إن أنت ما تكونش سبب في انتشار هذه الشائعة، أو إنك أنت تبقى معول هدم في مجتمعك أو في المنطقة اللي أنت فيها أو في الكلية اللي أنت فيها وغيره. بقى الحقيقة بنتكلم طبعا عن التنمية المستدامة وأهدافها الأممية وأجندة مصر 2030، لأنه الحقيقة يعني قضايا التنمية المستدامة والقضايا البيئية أصبحت برضو أيضا يعني قضايا هامة جدا، والشباب لازم يبقى عندهم وعي ومسؤولية تجاه هذه القضايا. بنتكلم بقى على وظائف المستقبل، يعني بنقول لهم المستقبل شكله ايه؟ ايه اللي جاي؟ في وظائف هتندثر، في وظائف هتظهر، فبالتالي انت لازم تتسلح باي مهارات. بنكلمهم كمان على المهارات العامه والمهارات الشخصيه، وازاي تقدم نفسك، ازاي تتكلم، ازاي تحاور، المهارات الشخصيه دي مهمه جدا طبعا في اي وظيفه هيقدموا ليها. يمكن دي من الحاجات اللي بيسموها الانتربرسونال سكيلز، دي بيهتموا بيها جدا في كل الوظائف. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره مروى الوكيله، رئيس قطاع البحث الاكاديمي بمكتبه الاسكندريه، ودي كانت النسخه الخامسه من برنامج نجوم مصريه ستارز.